والدكتور علاء عبد العزيز المدير الكره بالمنتخب الاولمبي. دكتور ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن فاروق؟ ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك؟ وحشني والله، جدا وانت كمان جدا وحشني جدا كتير قوي قوي حبيبي يا قوي. دكتور، ربنا يخليه. ويعني نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق يا دكتور، ويعني اخر التفاصيل الخاصه بمنتخبنا وبعد اعلان القائمه يا دكتور. والله احنا ان شاء الله عندنا معسكر من يوم 8 باذن الله، والسفر لحد دلوقتي تاكيد الميعاد يعني هيكون يا 15 يا 16، وان شاء الله لعيبه الاهلي تخلص المباراه بتاعتها وتيجي لنا على هناك ان شاء الله. لكن يا دكتور موضوع ان المنتخب يسافر 18 ده مش موجود. لا نسافر ليه 18؟ على اساس يبقى في انتظار للمنتخب لا مجموعه ما اللعيبه. ينفعش ما ينفعش، خالص ما ينفعش. عندنا ليه يا ماتش دكتور؟ 22، عندنا ماتش 22، ف18 لما تسافر هتوصل 19، وفي لسه هتعمل بيتعمل حظر هناك حوالي 3 ايام من 3 ل 4 ايام بتحلل فيها وبتاع، فمش هينفع خالص يبقى الماتش حل عليك يعني بين اول مباراه يوم 22. المباراة الأولى دكتور تقريبا مع إسبانيا. اسبانيا إسبانيا طبعا مباراة صعبة. طب دكتور 25 المعسكر هيكون فين يا دكتور؟ هل هيتخللوا مباريات ودية؟ الأمور التجهيزية لهذه المعسكر ايه؟ ده لسه بقى ان شاء الله فين يا دكتور؟ الامور طيب الفنيه، الامور الفنيه دي الكابتن شوقي يقعد معانا بكره ويقول لنا كل حاجه. فين يا دكتور المعسكر ان شاء الله؟ هو لسه ما تحددش ان شاء الله يعني، ما ممكن يكون في القاهره او في اي حته تانية، لسه الكابتن هيقول لنا يعني. طيب بالنسبه للعيبه الاهلي يا دكتور، التجهيزات الخاصه بقى ما بعد المباراه زي ما قلت حضرتك، ايه اللي هيحصل ليهم بالظبط؟ حضرتك دايما منظم ودايما حضرتك يعني بتعمل حساب كل حاجه بالنسبه للحاجات الاداريه بالذات. احنا ان شاء الله يعني في كذا خط سير هنشوف الاصلح ايه وهيركبوا عليه يعني باذن الله. انا متواصل مع ناس اصدقاء في المغرب مسؤولين عن الطيران، مكتب سياحه مشهور قوي، فهو اللي واخد شغل الاتحاد المغربي كله من سنين يعني، فده اللي انا بتعامل معاه، ولسه هنتصل طبعا بالنادي الاهلي عشان نظبط الحاجات دي، كذلك اذن السفر ان شاء الله باذن الله هم هيبقوا من هناك هيجهزوا الاداريين بتاعهم، هيجهزوا اذن السفر ويقولنا على هناك باذن الله. هيلحقوا الماتش الاولاني يا دكتور لعيبه الاهلي يعتبر؟ قول يا رب بس يعني انا ما هو دي مرتبطه بالطيران والترانزيت قد ايه وهيوصلوا امتى يعني، الماتش الساعه 8 بالليل، شوف هيخلص مثلا على 10 11 لو خدوا حاجه الفجر، يبقى يوم 18 ويعني يوصلوا بقى 18 بالليل او 19 الصبح حسب الطيران حسب التوقيتات بتاعه الطيران. تمام. طيب يا دكتور خليني اقول لك ان كابتن شوقي يعني اعلن على 22 لاعب، في اربعه هيبقوا يعني دول القائمه الاحتياطي او الاحتياطي. هو حصل تعديل من قبل اللجنه المنظمه نظرا لظروف الكورونا، ال 22 لاعب اساسي اساسي وتحط 11 في الملعب وسبعه احتياطي واربعه يطلعوا فوق، كل مباراه تطلع اربعه فوق وخلاص، ما فيش من الاول يعني تحط احتياطي، لا يعني ممكن حد من ال 22 يبداوا والماتش الثاني يتغير والماتش الثالث يتغير. طيب بالنسبه لكن الاول 18 واربعه، اوكي الاربعه دول ما تستعملهمش الا في حاله الاصابه. تمام. لا دلوقتي ال 22 اساسيين. تمام. طيب بالنسبه للاعيبه الكبار يا دكتور، يعني احنا الشناوي هنا حجازي، الشناوي الونش يعني، لكن حجازي بقى وضعه ايه؟ هيجي امتى او هو موجود في مصر يعني؟ ما هنتصل بيه بكره نشوف هيجي امتى، هم الحمد لله هم موافقين وجاي يعني حجازي جاي، هنشوف بقى توقيتات الطيران بتاعه وكل ده على تواصل معه بكره ان شاء الله. اذكر جمعه وسبت اجازه عمر. اكتر حاجه صعبه يا دكتور يعني مواجهك ايه لغايه دلوقتي؟ انا صعوبه ما فيش عندي صعوبه الحمد لله. الحمد لله طول عمرك طول عمرك يا دكتور بتكسر اي صعوبات. لا ده ربك هو اللي بيسر والله. حقيقي يا دكتور ربك هو اللي بيسر ان شاء الله يا دكتور، كل التوفيق ليكم ونسعد. طبعا ربنا يكرمكم ونسعد ان شاء الله وانتم راجعين كده ان شاء الله بمركز كويس وبميداليه ان شاء الله من ميداليات ان شاء الله في دوره الالعاب. دكتور علاء عبد العزيز مدير الكره بالمنتخب الاولمبي بشكره شكرا جزيلا، واحد طبعا من القامات الكبيره.